الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام والتسليم. اليوم راح ناخذ شجرة اسمها الهيدرة أو شجيرة أو متسلقة أو اسمها اللبلاب، فصيلة من فصائل اللبلاب. حقيقة أنا أخذتها وجربتها عندي هنا في استراحة يمكن لمدة 6 شهور أو 7 شهور، أعطت نتاج عجيب للأغنام. يعني كنا نعلفها الغنم نفك الغنم فيها يأكل بشكل غير عادي. ما الميزة في هذه؟ ميزة أنها تشرب موية وتغطي لك مواقع شاسعة جدا غير صالحة للزراعة، وتشرب موية مالحة وفي أرض صخرية وفي أرض غير صالحة للزراعة. يعني أعتبر أنها جيدة بشكل كبير جدا كعلف أو كزينة، يعني ما هو لازم علف، زينة. شوف معي هنا، لو يعني لو أخذت منها واحدة نتفتها بالشكل هذا، يعني شايفين قدامكم هذه هي أوراقها زي كذا، يعني لها عدة أسماء. إحنا نسميها هيدرا، نسميها لبلاب، نسميها عجيبة. تزهر كل يوم زهرة بنفسجية. هذه لو أخذتها ونتفت تسلخ أوراقها منها، تسلخ جميع الأوراق منها. بعد ما تسلخ الأوراق منها تدفن منها عقلتين أو عقلة. العقلة معناها المنطقة اللي فيها اللي طلعت منها الورقة، يعني هذه الأربع ورقات تسلخها وتحطها في التراب وتسقيها خلال يوم يومين وهي ماشية تزرع. يعني ممكن تطلع منها 10-15 تزرع على اللي تقطير، تعطيك إنتاج هائل، تعطيك مناطق خضراء، تحولها لك إلى مناطق خضراء بشكل غير عادي. الفكرة ما هي هنا، الفكرة قد تصلح بيت مثلا حديد معين وتخليها تمشي فوق هذا الحديد وتصلح لك عريش أو مجلس من المجلس لونه أخضر أو مجلس بي، أو تصلح لك يعني تستطيع تعمل بها مجالس وغرف جميلة جدا، رطوبة عالية، وتسلق بها بيوت، تطلع لك في البيوت. اللي الفكرة اللي أبغى أقولها لكم الآن إنه ممكن تعمل بها مناطق غير صالحة للزراعة. مثلا الجبل اللي عندي هنا، أطلع بكم على الجبل وتشوفوا الجبل هذا كيف كان، يعني منظره بشع غير صالح للزراعة، وأصبح بعد ما زرعنا فيه الهيدرا بالشكل هذا. يعني أصبح الجبل اللي كان قبيح أصبح الآن كله مزروع أخضر، متسلقة خضراء، وزهرتها زي ما تشوفون، وتغطي مساحات يمكن ارتفاع 20 متر 30 متر، ونحشها من أسفل نعطي الغنم، مفيدة جدا للأغنام مثلا والأبقار وما شابه ذلك. يعني تغطي مساحات ما تتخيلون هائلة، وزهرتها جميلة وشكلها جميل، وتستطيع تغرس معها ما تريد. شوف تقفل في الليل زهرتها، تقفل في الليل وتفتح في النهار. يعني في الصباح تجي زهرتها جميلة جدا وفي الليل تقفل وتطلع لك زهرة ثانية بدلها اليوم الثاني، وهكذا. يعني أنا أقول إنها شجيرة للأغنام، للأبقار، لتجميل البيوت. صح إنها خطيرة على الخزانات، مثلا تمشي بمسافات. شوف كيف هي ماشية معي هنا، ممكن أحولها في أي مكان، أحشها بعد يومين ثلاثة بعد أسبوع ألاقيها قد طلعت وغطت يعني مواقع رهيبة تغطيها، مواقع رهيبة يعني تستطيع تغطيها وتألفها الأغنام. يعني أهم شيء تأكل الغنم جنب البيوت، تعطيك إنتاج خضري رهيب، تغطي لك مناطق بشعة كان جبل وما جبل، كيف تغطيها لك كاملة. يعني فكرة من حبي يستفيد منها أو بغى منها. أنا عندي كميات مهولة، يجي حش كم ما بغى ويروح يزرع في أي مكان، كأغنام، كمزارع، كتجميل، كأحواش. تتحمل حرارة عالية جدا وتعطي إنتاج لا يصدقه عقل، تعطي إنتاج لا يصدقه عقل. أخوكم محمد بدوي، قناة مفاتيح الدرب.